كابتن احمد حسام ميدو تحدث في فيديو خاص على مشكلة الزمالك في تأجيل مباراة الوداد، نشوفه ونشوف شرط ميدو ايه. ايه المشكلة ان احنا نقول ما عندناش مشكلة ان احنا هنلعب بعد اسبوع، بس يبقى في فير بلاي على الاربع اطراف عشان تدونا عدد ايام كافي للاستشفاء ان ماتش الاهلي والوداد كمان يتأجل اسبوع. لان ما ينفعش ان انا راجل النهارده ان انا اضحي وانا ماليش ذنب كنادي الزمالك، والنهارده لو كسبت وطلعت النهائي يجي لي الناس الثانيه اللي هي كسبت مريحين قبليه بخمس ست ايام او قبليه باسبوع، ده برده مش فير بالنسبه لي. لكن في حاجات انسانيه اهم بكتير جدا من مباراه كره قدم او من بطوله. نادي الزمالك اللي عمله صح اللي قاله مرتضى منصور امبارح، صح اه ما عندناش مانع ان احنا ناجل الماتش، لكن لازم يبقى في تكمله عليه ان لازم ماتش الوداد والاهلي يتاجل. لو الكاف خد قرار ان الماتشين يتاجلوا يبقى الناس بتفكر تفكير محترم، والناس فكرت في جميع الاطراف وما فيش اي مشكله. لو الكاف قال لا ماتش الزمالك والرجاء يتاجل والاهلي والوداد يتلعب في مكانه، يبقى الناس دي غلط والناس دي ما بتفهمش كوره ولا ليها اي علاقه بالعدل، وهنطلع نهاجمهم وهنقطعهم لان ناس بصوا للموضوع من نظره ضيقه، من نظره ضيقه بس. شوف يا استاذ ابراهيم، ميدو بيتكلم بيبص لها ها من زاويه ان الزمالك لو لعب واحد ورجع لعب سته يبقى الاهلي ارتاح قبليه فتره اطول. طب ما تبص لها النهارده، ما الاهلي هيلعب بكره وانت هترتاح فتره اطول بالظبط، وانت بتلعب الرجاء بالظبط. ما انت عندك انت برضه بتاخد ادفان، يعني اللي انت خصمته في النهائي انت. وبعدين هو خمس ايام ما فيهمش سفر ولا ست ايام ما فيهمش سفر، دي فتره قليله، انت بتاخد نفس فتره الراحه. وانا قلت لك كابتن بشير وانا بسمع امبارح مع مهيب قال لا الزمالك له مصلحه قطعا، يمكن مستني ان محمود علاء يخف، يمكن مستني ان فرجاني ساسي يسترد، يعني كل حاجه ليها الميزه وليها العيب. ما انت برضه هتستكمل صفوفك لو اتاخرت. وبعدين ايه علاقه ان انا لازم كل ما يحصل حاجه ازج بالاهلي؟ طب ما الاهلي لما وافق قبل كده على التاجيل انت ما كنتش موافق وزعلت من الاهلي اه، وقلت كورونه ايه وبتاع كورونه ايه والاهلي يعني خلينا، يعني خلينا مش كل حاجه لازم، يعني انت والرجاء مالك ومال الاهلي يعني. شوف هو المهندس عدلي لخصها في مساله انه الاتحاد الافريقي ما خدمش الاهلي والوداد زي ما خدم الزمالك والرجاء. المنحه اللي الاتحاد الافريقي اداها للزمالك والرجاء للاسف حرم منها الاهلي والوداد، لانه لو الاهلي خد نفس الميزه بتاعت الزمالك اللي هي ال 10 ايام كمان ويبقى السيمي فاينل 1 نوفمبر، الاهلي هيخف كهربا، هيكتمل شفاء رامي ربيعه، هيرجع المصابين، هيعالج الاجهاد، كل ده هيستفيد منه الاهلي زي ما هيستفيد منه الزمالك دلوقتي، الزمالك والرجاء. لكن الزمالك عنده مع فرجاني ساسي ما كانش هيلعب لو المباراه يوم السبت، محمود علاء ما كانش هيلعب لو المباراه يوم السبت، هيستفيد الزمالك انه هيريح لعيبته، هيستكمل قوته، هيستعد على مهله. الاهلي لما رجع من تونس من المغرب ست ايام عشان يلعب مباراه بكره، بين المباراه والمباراه ست ايام الذهاب والعوده. الزمالك بين الاثنين 13 14 يوم. نيجي نقول ليه طب الفاينل بينهم ست ايام هيبقى الاهلي مريح؟ لا مش هيبقى الاهلي مريح، ولا الزمالك هيريح ولا الاهلي هيريح، لان اتحاد الكره مجتمع دلوقتي عشان يحط مباريات محليه في الفتره دي. الفتره دي اللي توقف، يعني الزمالك مش هياخد ال 13 يوم والاهلي مش هياخد ال 13 يوم. انما انت باصص لي في الست ايام بتوع الفاينل اللي انت متاكد انك هتصعد له، وناسي ان انت عندك 14 يوم كاملين تعالج فيهم اصاباتك الاهلي ما استفادش منهم. هي دي مقولة الباطل اللي بيراد بيها باطل، فكرة تكافؤ الفرص. لو بصينا على الزاوية بالكامل انت خدت ايه قبل السيمي فاينل، مش هتبص لي في الست ايام على فكرة بتوع الفاينل. استاذ ابراهيم مش من مصلحة اي فرقتين انه يقعد 14 يوم ما يلعبش، يعني انت برضه لما احط لك ماتش في الكاس او ماتش في الدوري ويخلص ها في الفترة الطويلة دي خلاص، ما هو دي مصلحتك انك تلعب ماتش في النص. صحيح،